ايه يا حبيبتي؟ ايه يا ماما، انت جايبه لي هديه ولا ايه؟ يا اختي اقعدي ساكته، ومين اللي يجيب لمين؟ واحد يعني يا ماما، انا اجيب لك تجيبي لي، مش تفرق يعني. خالتك لما كانت عندنا من يومين ودخلت اوضتي، يعني انت عارفاها تحب تفعفع وتدور. تمام. المهم ايه، عجبتها البرفانتين دول. طب كنت اديتهم لها؟ كسفت اقول لها خديهم، لان هم ما فيش غير رشه هنا ورشه هنا. فهمتك. ايوه. قلت خلاص كده كده عيد ميلادها قرب، ابقى ايه اكلم البت كنت اجيب لها 2 هديه. فعايزاكي ترنيلي على الست بتاعه البرفانات وتساليها عليهم، خليها ايه نعدي عليها في اي وقت ناخدهم. خلاص ماشي، انت خدي صوريهم وبعتيهم على الواتس. هبعتهم لها. يلا بس بسرعه، وريني اصورهم. ها للاسف ماما مش موجودين عندها. يعني ايه ده، انا كنت عامله حسابي عليا. طب اجيب لها ايه انا دلوقتي؟ طب انا جات لي فكره. قولي لي. ايه رايك نطلبهم من على النت اونلاين؟ لا 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 لا، انا ما بحبش حاجه النت دي ابدا. ليه بس؟ احنا ممكن نطلب برفانات يوصلوا لنا مثلا كراسي سفره. ماما ما فيش الكلام ده دلوقتي. طبعا دلوقتي الحاجه اللي بتطلبيها هي اللي بتيجي. لا 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 لا، انا ما بصدقش وما بحبش حاجه النت دي. شوفيهم انت عشان تطمني بنفسك. وريني. بس دول شكلهم في الصور اكبر من الحقيقه. هو في حجم اكبر من كده يا ماما؟ بس اكبر ايه، ده عشان الكاميرا بتبقى مزومه وكده. فهمت. لا لا لا، بلاش بلاش النت ده والحاجات اللي بتيجي منه، انا ما بحبهوش. تعالي بس نجرب، صدقيني مش هتندمي. وبعدين انت هتحبي الموضوع بقى كده، ايه كنت تطلبي لي كل حاجتي اونلاين؟ يا بنت اسمعي كلام امك، انا قلبي مش مرتاح. تعالي بس نجرب، ما هي صورتها هي هي. بتكسروا في الشحن ولا حاجه؟ تعالي نجرب المره دي وبجد مش هتندمي عشان خالته. طيب ماشي، خلصي كده بسرعه عشان عيد ميلاد خالتك. خلاص. طب بقول لك ايه، انا طلبت لي واحده كده معاك عشان بقالك كتير ما جبتيش حاجه. يا دي الشعبه طلنتي فيها. واحده ماما كانتش تعمل حاجه. واحده بس. مساء الخير. ايوه. الدليفري. مش شايفه مع حضرتك اوردر يعني؟ يا فندم ثانيه واحده. اتفضلي يا فندم. لا لا حضرتك ده مش اوردري. ثانيه واحده ثانيه. اتفضلي. لا يا فندم، حضرتك جاييني عشان اشتري بكره والعينات. ادي اخر حاجه. اخر واحده يا فندم. واحد ده مش اوردري. لا انا ماليش دعوه. امال مين اللي ليه دعوه؟ انا ماليش دعوه، كلمي الشركه. انا اللي ليه دعوه يعني؟ انا غلطانه اني ما خليتش الدفع كاش عشان اخد الخاص. انا ماليش دعوه، ماليش دعوه. يا فندم ايه ده، ايه ده، اكلها دي واخبيها واقول لها اتسرق ولا اقول ايه؟ انا نهار ابيض نهار ابيض. مين يا كنت في ايه؟ ما فيش اي حاجه. مالك انت طاقي في ايه؟ وفي ايه بالظبط؟ انا مش ناقصه عبط. البرفانات وصلت. طب كويس، عشان نلحق عيد ميلاد خالتك. هي فين دي؟ انا مش شايفاكي ماسكه حاجه. بلاش يا ماما. فين الحاجه؟ قافله ايدك على ايه؟ ايه ده؟ يا بنتي عبيطه، ده انا بفهم اكتر منك في النت. ده مزيل العرق اللي جاي هديه مع البرفان. ممكن ممكن يا ماما فعلا، ورينا كده. ده مزيل العرق الجديد الرش صح؟ وارد. لا والنعمة دي البرفانة. دي تويستر عشان نشمها لو حلوة نشتري ولا ايه بالظبط؟ دفعتي فلوس؟ امال دفعت ايه يا ماما؟ فلوس طبعا فلوس. قلتلك نت. لا حقك عليا، حقك عليا، انا هبقى ادفعهم لك. ادهم لك بعدين لما ربنا يكرمني يعني. انا فهمت، انا ظلمتك، انت جبتي لنفسك العبوة الصغيرة عشان توفري لي. لا استني استني استني. ايه ده؟ انا قلت لك عايزه برفان لخالتك، تجيبي لي فرده لبنت خالتك الصغيره؟ وريني يا بنتي ازازتك، انت اكيد اكبر ازاز. وريني. بتاعتي كبيره جدا. عدوا يعني على مثلث برمودا دول ولا ايه اللي حصل لهم؟ انا مش فاهمه. مش عارفه مش عارفه يا ماما، انا مش عارفه. انا قدامك طلبت. وريني الازازه الكبيره بتاعتي، وريني افتكر شكلها لحسن نسيته. ايه ده، انا قلت لك النت. لا ده انا استنى يا ماما، انت هتعملي ايه ده ب 500 جنيه؟ مالك يا ماما؟ سنديني سنديني داخل مش قادره اوطي. لا انا هخاف اقرب منك. في ايه يا ماما؟ سنديني بس سنديني. بكام؟